أبونا أرسنيوس لحام 25 سؤال على السريع، جاهز؟ يلا جاهز. أكتر آلي بتحب تعزف عليها؟ دربكي. أكتر مقام أو لحن موسيقي بتحبه؟ لحن الأول بيات. حلو أبونا، شو بتسمع أنت عم تسوق؟ محطة السلام، إذاعة السلام أو إذاعة النعمة. حلو، صرنا اثنين. أبونا، درس تعلمته من المثلث الرحمات سيدنا بولس مندلي؟ قمة التواضع والانصحاب. حلو أبونا، شو أنواع الرياضة اللي بتمارسها؟ المشي والسباحة وركوب البسكليت. حلو أبونا، أي فريق رياضي بتشجع؟ بسوريا قصدك؟ مطرح ما بدك. أنا إجمالا بحب البرازيل بالمباريات الدولية. كم لاعب في فريق كرة السلة؟ 5. أبونا، أكمل الأغنية التالية. شايف البحر شو كبير؟ كبر وكبر البحر بحبك. أيوة، هدوني 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 هدوني. شو شو باس؟ أي حلوة. لا بعرفها الاسم، بعرفها. لا هدوني هدوني يا أم الزنار النيلي. أيوة. راحت عن بالي. عينيها سحرون. أيوة عينيها. ليك الخولية ما بسترجي أحكي. أبونا، مين الفنان الملقب بالزعيم؟ يمكن جورج وسو. لا، الفنان ملقب بالزعيم أنا خوري، شو بعرفني. طيب ماشي أبونا، باس. أبونا، في مثل شعبي على الشاشة مقابلك بالإيموجيز بين أرى من اليمين للشمال، شو هو؟ اليمين للشمال. قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر. أيوة أبونا، هلأ كمان بالإيموجيز في أي من الإنجيل من اليمين للشمال؟ هلما ورائي فأجعلكم صيادين ناس. مزبوط أبونا. هلأ في شخصية كتابية، عهد قديم ولا جديد؟ لا، عهد قديم. أسد هذا. شخصية كتاب، لا بالعهد الجديد مرقس هو الأسد. بالعهد القديم بجب الأسود دانيال. أيوة أبونا، بأي مقعد كنت قاعد بالصف؟ ثاني مقعد. شي مرة ضربك الأستاذ أو طلعك برا الصف وليش؟ شي مرة ضربك الأستاذ؟ لا ولا مرة. ما كنت من الشطار يعني؟ كنت حيوي وشاطر. أبونا، بشو بتساعد خوري بشغل البيت؟ بكل شي بساعده، من مسح البيت وانت ورايح. حلو، توفقت فيك الخورية أبونا. هي بتساعدني ما أنا بساعدها. كمان. أبونا، إذا قال لك ابنك بده يسافر شو بتنصحه؟ إذا كان السفر لخيره وبحسب مشيئة الله فالله معه. أهم شغلة يكون الله له يد بالموضوع. حلو أبونا، إذا عبكرة عرس اثنين من أولادك بالرعية شو بتنصحهم؟ أن يلتصقوا بيسوع المسيح. حلو أبونا، أول هدية جبتها لأمك؟ أول هدية جبتها للماما ورد. درس تعلمته من بيك ما بتنساه؟ قوة الشخصية. حلو أبونا، شو أول شغل اشتغلته؟ صناعة الذهب. حلو أبونا، أكتر مكان بتحب تروح عليه؟ هلأ ولا من زمان؟ هو وقت اللي بدك. أكتر شيء بحب روح على الأديار. حلو، أي دير. أبونا، شو بتعمل لما تتضايق؟ فوت بصلي. شو أكتر فكرة غلط أخذنا الناس عن الكهنة؟ إنهم فاشلين. أبونا، كلمة سريعة بتوجهها للشباب يلي عم يحضرونا. الكهنوت رسالة بالدرجال، يلي منه أدى ما يدخل على الكهنوت. الفاشل بحياته الدنيوية سيكون فاشل بحياته الكهنوتية، والعكس بالعكس. حلو أبونا أرسنيوس لحام، كاهن رعية القديس دانيال العمودي طرطوس أبرشية عكار، شكرا كثير لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيكم. الله يخليك أبونا، صلواتك.